الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن تشغيل 116 قطار إضافي مكيف وعادي طول فترة تشغيل عيد الفطر من 25 إبريل ولحد 11 مايو اللي جاي، وده تيسيرا على جمهور الركاب وأهل الصعيد بمناسبة العيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس حسام البسطويسي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية. باشمهندس صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك في البداية إيه خطة الهيئة في العيد؟ احنا هنقول البداية الاول طبعا احنا بنهني الشعب المصري والقيادة السياسية لغاية كل فرد في شعب مصر في الايام الجميلة اللي احنا فيها دي، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين جميعا. وطبعا الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما بتستواناش في خدمة جمهور الركاب وتقدم الجديد لكل المصريين. طيب اتفضل يا فندم. اتفضل. طيب خلينا نعرف بداية، لأنه أكيد أول سؤال هيجي في ذهن المشاهدين يا فندم أنه الحجوزات، يعني طريقة حجز تذاكر القطار هتكون إزاي؟ هتكون أونلاين؟ هتكون في محطات القطار؟ هتكون قبلها بيوم؟ هل في عدد محدد لكل فرد؟ يعني لو حضرتك تكلمنا باستفاضة عن طريقة حجز تذاكر القطارات. فندم إحنا طبعا إخواننا اللي ننزل القطارات الإضافية لخدمة إخواننا خاصة في إبلي، فنزلنا بحدود 122 قطر خلال مدة من 25/4 ل 10/5. القطارات دي ما بين مكيفة وما بين عادية، ما بين القاهرة وأسوان، وفي قطرين ما بين اسكندرية وأسوان. طبعا عملية الحجز موجودة طبعا عندنا كهيئة موفرينها في أكثر من منفذ. يعني عندنا 458 شباك موجودين لصالح التذاكر على مستوى الهيئه. عندنا مكاتب المدينه، عندنا مكاتب خاصه في الجامعات والنقابات والهيئات القضائيه. عندنا مكانات صرف تذاكر الذاتيه اللي هي الاي تي ام اسمها تي بي ام. وعندنا طبعا تطبيق الهيئه او موقع الهيئه على الموبايل ابلكيشن. ده كل ده تيسير على جمهور المسافرين. طيب بالنسبه للناس اللي هتحجز اونلاين او عن طريق التطبيق لازم يطبعوا التيكت معاهم؟ لا مش لازم يا فندم. ممكن يعني رئيس القطر يشوفها من خلال الموبايل. رئيس القطر يبقى معاه معلومه ان هو الراجل حاجز ومعاه هو برنتر هو له ويشوفها على الموبايل مع ذلك. طيب يا باشمهندس، يعني حضرتك اتكلمت انه هيكون في زياده لعدد او في زياده في حركه القطارات، عايز اعرف من حضرتك هل مواعيد القطارات هتتغير؟ مواعيد القطارات ما فيش تغيير لها خالص. مواعيد القطارات هي ثابته، القطارات الاضافيه اللي احنا بنجيبها دي برضه لها جداول معينه احنا طبعا كهيئه مخططين لها وماشيه في مسارات معينه ومحفوظه يعني. كويس ان حضرتك وضحت النقطه دي، لان في ناس متعوده تركب قطارات معينه بمواعيد معينه بخلاف القطارات اللي بتزيد، فعارفين مواعيدها فهتسافر في المواعيد دي. تمام. احنا القطارات الاضافيه اللي احنا قلناها دي بخلاف القطارات اللي هي المجدوله. انما المجدوله دي في مواعيدها ثابته زي ما هي. ده عظيم جدا. طيب يا فندم بالنسبه لاسعار التذاكر، هل في اختلاف في اسعار تذاكر هذه القطارات الاضافيه؟ لا هي نفس الاسعار ثابته ونفس محطات وبرضه بنبقى اعلنا عنها قبل كده، ولكن ما بيوصل بيخش على اي استفسار عليها في الشباك او خدمه العملاء او الكلام ده كله بيلاقي مواد مناسبه. طيب بكل تاكيد يا باشمهندس هيكون في ضغط، هل في حملات بقى لمتابعه حركه القطارات خلال الفتره دي؟ يا فندم احنا عاملين طبعا الفترة دي بتبقى كلها خطة طوارئ طبعا، عاملين إدارة الأزمات وعاملين لجان تفتيش وعاملين تنسيق مع شرطة نقل ومواصلات. نحن الحمد لله مأمنين الوضع لغاية دلوقتي. طيب باشمهندس أخيرا، لو حد من المسافرين يعني شايف إنه في مر بأي مشكلة أو واجهته أي مشكلة، هل في خط أو في رقم ممكن يتصلوا عليه للاستفسار أو للشكاوى؟ في رقم للشكاوى وفي كل محطه مركزيه في مكتب لخدمه العملاء، وفي كل محطه في مكتب لنظر المحطه بيقدر يستقبل اي شكوى. طبعا زائد بالاضافه الى بوابه المنظومه الحكوميه، الشكاوى الحكوميه اللي ممكن يشتكي عليها، وان شاء الله مش هيبقى في شكوى. ان شاء الله يا فندم. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر وكل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه. كل سنه وحضرتك طيبه ومصر كلها طيبه يا فندم. شكرا يا فندم. المهندس حسام البسطويسي نائب رئيس هيئة السكة الحديد، نشكرك جزيل الشكر يا فندم.